طيب دلوقتي هنروح، طبعا احنا طبعا دلوقتي في موسم المانجا السنة دي، طبعا في ذروته دلوقتي سواء مانجا اسماعيلاوي او مانجا جنوب الصعيد. ومناسبة الصعيد بقى، شفنا اليومين اللي فاتوا اول مهرجان للمانجا في الاقصر، والهدف طبعا من المهرجان هو التوسع في زراعة محصول المانجو. بمحافظة الاقصر واختار القائمين عليه شعار معا لوضع الاقصر على خريطة مصر الزراعية. طبعا يا دينا بقى، طب مانجا مفيش حد ما بيحبهاش خالص. احكي لي كده، ايه اكتر نوع بتحبيه من المانجا؟ انا بحب طبعا العويس والفص عويس. احنا كان معانا فقره امبارح كان فيها طبعا تاجر مانجا، عرفنا انواع بقى المانجا ونشتري ايه وما نشتريش ايه، وايه المرشوش وايه اللي مش مرشوش وايه الصحي وايه اللي نخزنه كمان. كانت فقره بصراحه مهمه جدا، لان مفيش حد ما بيحبش المانجا. انت بتحبي انا عايزه المانجا؟ انا اقول بحب لك يا كله، دينا وهاب ان المانجا. انا ما بحبش المانجا. لا صدمتيني صدمتيني انا ده بجد. بجد والله، تخيلي كل الانواع كل الانواع حتى الفص عويس؟ يعني، بس انا بحب اشوف الناس وهي مستمتعه بيها. طب كتر خيرك، ده شعور مني يعني اهم الجميل حاجه والله. الناس مبسوطه، لا بس انا ماليش فيها قوي. بس طبعا يعني لا، احنا هي لازم ناكلك جميله مانجا. كده كده. انت الوحيده ممكن اللي تحاولي شفتك تاثري في عليا بقى حياتي في ما الموضوع بتاكليش ده. مانجا. انا كل ما حد يشوفني يقول لي كده حقيقي. الناس حتى ما عندكيش بتستنى حساسيه المانجا من منها او السنه حاجه مثلا؟ للسنه. لا ما عنديش حساسيه او اي حاجه، بس ما بحبهاش سبحان الله. عادي. سبحان الله، فعلا حاجه خلاص يبقى غريبه. هاتي يعني لما يدوكي في البيت منابك في المانجا ادوني بقى. عينيا عينيا هتسلم عيوني. حبيبه قلبي. طيب، كاميرا صباح الورد كانت في المهرجان وعملنا تقرير، تعالوا نشوفه ونطلع فاصل ونرجع مع اول فقراتنا. مهرجان النهارده حاجة كويسة خالص، وحاجة شرف للصعايدة وشرف للصعيد خاصة، لأن لازم المنتجات بتاعت الصعيد تبان على مستوى جمهورية مصر العربية والأقصر وأسوان وكبومبو وويدفو. الناس بتتميز بزراعة المانجا، وأول مانجا تطلع على مستوى جمهورية مصر العربية اللي هي المانجا الصعيد. وإحنا بندعم المهرجان لأنه دي يعني تعتبر الأولى في جمهورية مصر العربية والمحافظة الأقصر، ومش هيكون آخر مرة بإذن الله. هيكون يعني لانه ده يعتبر مهرجان عالمي. الحمد لله رب العالمين، جميع انواع المانجا موجوده بسعر يعتبر يعني خيال بالنسبه للاسعار وبالنسبه اللي احنا موجودين. يعتبر الاقصر الاولى في منتجات المانجا. دي كلها خيرات بلادنا، وزي ما انت شايف اكتفاء ذاتي، ولسه الشيء قاعد زي ما هو. والنهارده اليوم ده بتاع يوم الغلبان، زي ما انت شايف عاملين تخفيضات بمجهودات المجموعه العظيمه دي اللي قامت بالمهرجان، والناس كلها بتاكل مانجاوي، ويوم السعاده يعني ده بسم الله ما شاء الله. يعني المعرض اسمه مانجاوي، خاص بمحصول المانجو في الصعيد عامه، مش في محافظه الاقصر بس. يعني 40 صوره بتلخص لك عمليه حصاد المانجو، عمليه الفرز، عمليه التعبئه، عمليه التحميل، عمليه المبيعات في الاسواق. المعرض يعني 40 صوره شامله لجميع مراحل المانجو من وقت ما بتتحصد لحد ما بتتباع في السوق او بتوصل للمستهلك.